كل حد قاعد معانا في القاعة هو حقيقي محارب ضد الفساد، سواء في سنوات سابقة أو السنة دي. السنة دي غيرنا شوية وقررنا إن إحنا مش هنعمل تصويت إلكتروني، علشان خاطر اكتشفنا الديمقراطية جميلة يا دكتور مدحت، بس للأسف في أماكن كتيرة مظلومة في حكاية الديمقراطية دي، لأن لا عندهم تصويت ولا عندهم حاجات. فالناس بتتظلم، أهل الصعيد كلهم اللي حاطط الفساد في الصعيد كلهم زي ما قلنا كده ما بياخدوش أي فرصة علشان ما بياخدوش صوت بالظبط. غريب جدا. وأنا طبعا أنا شايف إن أنت واحدة من الكبار اللي حاطوا الفساد، وشايف إن الأمل الوحيد في البلد دي هو الحرب على الفساد، لأن الحقيقة مفيش أي خطوة هتحصل قدام في مستنقع الفساد الرهيب اللي احنا عايشين فيه. وزي كنا استاذه حسين بتكرر من الناس المعارضه، نتاكد ان في ناس كتيره جدا جدا بيحاربوا الفساد، وفي ناس اكتر منهم ملايين فاسدين ومحتاجين يتحاربوا. قبل ما نبتدي نحكي عن الحركه وعن الجائزه ونعرض فيلم صغير، عايزه استضيف معانا صفيه حمدي محررة مجلس الوزراء علشان تحكي لنا يا دكتور مدحت على ايه اللي حصل النهارده في احتفاليه مصر باليوم العالمي لمحاربه الفساد واطلاق الاستراتيجيه الوطنيه 2014-2018. غصب عننا يا دكتور مدحت، اي خبر حكومي تعودنا كده كانه كلام في الهواء مش بيتحقق حاجه. متعودين على كده الحقيقه، زي ما بيقولوا كانوا زمان بيقولوا كلام جرايد، فبقى دلوقتي اسمه كلام حكومه. لكن نتمنى ان الكلام ده يتغير دلوقتي ويبقى بجد في حرب على الفساد. بس عايز اقول ان المسؤولين الكبار، انا في محافظ مطروح قال لي انا قبل ما بمضي على الورقه بعد صوابعي بعد ما امضيها من كتر الفساد اللي معشش في الجهاز الاداري الرهيب للدوله. عندنا امل ان ده يتغير، ومش هتغير ربنا الشرفاء زي ما قلت معاك. بلدنا فيها فساد كتير، واكيد البلد دي محتاجه لحراس، والحراس موجودين في وسطينا. الحكومه بقى قالت ايه النهارده؟ هل اطمأن قلبك لما يعني لما سمعتيه من المسؤولين النهارده؟ اطمنت الى حد ما، لان انا عندي بنيه وعندي جهاد، بس خرجت وانا عندي سؤال. الجهاد دي بقى لها سنين موجوده في مصر، فهم النهارده اتكلموا على جرايم، اتكلموا عن ضبط، عن ارقام كتير بالبطوله. لكن هل النقطه اللي كنت عايزه افكر فيها، ان احنا المفترض ان احنا ننظر بجديه لاعاده النظر في تشكيل واعضاء الجهاد دي، ولا ايه الاسباب لان احنا لا زلنا ما بنواجهش نفس الجهات دي موجوده من سنين؟ هل في تغيير ولا ما فيش تغيير؟ دي نقطه يمكن هي اللي كانت غايبه عني شويه النهارده في الاحتفاليه. اتفضل. اعتقد ان انا ردي وصل لكل اللي
احتفال الحكومة النهاردة باليوم العالمي للفساد، بس لازم محاربة الفساد لمكافحة الفساد. وإن ده كان احتفالية، لازم في نقطة مهمة لأنها مرتبطة بالاتفاقية الخاصة بالأمم المتحدة ومرتبطة بمعايير وسبب خارجي، فدي نقطة مهمة. أنا بوجهة نظري أوضح كمان إن جزء من اللي دفع النظام مبارك لأنه يوقع الاتفاقية كان شرط توقيع الاتفاقية بالحصول على المعونات والتسهيلات. وهضيف معلش إنه حركة مصريين ضد الفساد أنشئت ليه؟ لما الراحل المحامي علي الشلقاني قال لنا إن مصر موقعة الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد في 2003 وصدق عليها في البرلمان بعد كده، لكن حصل اتفاق ولم تنشر في الجريدة الرسمية. وأكيد كلكم عارفين إنه أي اتفاقية علشان تصبح واجبة النفاذ لابد أن تنشر في الجريدة الرسمية. فعملنا حركة مصريين ضد الفساد، وكان أحد أنشطتها إننا بنعمل تقرير الظل اللي بنطلع فيه في الأمم المتحدة نقول إيه اللي ما فعلتوش الحكومة في مواجهة لأن دلوقتي المجتمع المدني مهم قوي، وفي نص الاتفاقية والأستاذ حجاج الناير عارف عاملين هم عشان مادة 13 اللي هو دور المجتمع، دورنا مهم، زائد الجايزة اللي هي طول الوقت احنا بنفكر بمحاربي الفساد وبنقول لهم يلا انشروها في الجريدة الرسمية لغاية لما نشروها في 2007. أنا بس عايز أنا هاجم كلام حضرتك للندوة، بس أنا عايز أقول لحضرتك أن الإرادة لا تكفي بدون تفعيل هذه الإرادة. جميل إن يبقى في إرادة سياسية بتحارب الفساد، لكن لازم يبقى في تفعيل وآليات الحرب على هذه الفساد. ممكن يبقى راجل كبير القوم راجل مش فاسد، بس تحت جهاز الإداري فاسد ومتعفن، ويجب الضرب بيد من الحديد علشان تقدري تفعلي هذه الإرادة ضد الفساد. لا لا، اللي يقول كده يمشي، مش ما حدش هيمشي. هو انت عمرك شفت في مصر حد بيمشي من نفسه؟ اللي عايز يمشيه هو يمشي، ما فيش حد هيمشي من نفسه. احنا مش في اليابان، مش حد بيموت نفسه ولا الحاجات دي. لازم تبقى فاسده وتفضل قاعده فاسده طول الوقت. عايز اقول كمان وافتكر معاكم لما رحت في 2007 أو 2008 مؤتمر الدول الأطراف الموقعة الاتفاقية وكان في بالي، كنت في غاية الإحباط من الأوضاع في مصر لدرجة بجد يعني كنت حاسة إن حياتي أنا جبت مداها، والواحد عمال زي دون كيشوت كده يحارب طواحين الرياح، لغاية لما جت كلمة المجتمع المدني وقفوا دقيقة حداد على أرواح المراسلين الريبورترز ومحاربي الفساد. محاربة الفساد مش سهلة، والاتفاقية لسه جديدة ولسه الناس بتفهمها، يعني حاجة على مستوى العالم كله لسه مش عارفين يعني ايه. يجوا يصنعوا ألمانيا هنا، يصنعوا أمريكا هنا، هنا الحسابات السرية لا، لأنه مش من مصلحة حد، حتى الدول العظمى والدول المتقدمة. لكن عندنا المحاربين ضد الفساد وعددهم الكبير، يعني النهارده احنا بنكرم، بكره جمعيات اخرى بتكرم، استاذ حجاج بيكرمه في حديقه الازهر، ده معناه ان احنا بقينا دوله متقدمه، بمعنى مجتمع متقدم، لان الحكومه توقع على اتفاقيه. الحكومة توقع على الاتفاقية، لكن عشان تفعل على يا دكتور مدحت، أنا محبب عليا إنه أمشي على هوايا إذا مش بنتي بتنبهني، ما أنا ممكن يعني لا لا، أنا موافق إن إحنا يعني لا يكفي، يعني مضى زمن الفاعل الواحد
اذا كان السيسي موجود واحنا كلنا بنحبه، بس من غير مجهودنا كلنا ومن غير الناس دي كلها ومن غير تفعيل هذه الاراده هو مش هيعمل حاجه لوحده ابدا. واحنا شايفين الحقيقه ان الاداره الست شهور اللي فاتوا مش على قدر طموحات السيسي شخصيا ولا على قدر طموحاتنا، وعلشان كده لازم اللي بيحصل ده يفضل موجود، الفعاليات تفضل تستمر. لان انا بقول 40 سنه من الفساد المستمر الممنهج اللي في الاخر بقى يتحط له قوانين علشان يبقى موجود محتاج وقت طويل قوي ومحتاج ناس شجعان زي ما موجودين معانا. صفيه قولنا انا الاقي حاجات ايه بالمليارات وقضايا 2693 قضيه نقد وتهريب دي مباحث الاموال العامه، ايه اللي اتقال النهارده؟ بس ان نقول ان هم يعني في جهات شغاله، لكن هو كل ده نقطه في واحده اكيد من اللي انت بتشوفه النهارده. يعني في ممثل مباحث الاموال العامه اعلن عن ان في تم ضبط قضايا تهريب وخاصه بالنقد، ودي بتاثر على طبعا اسعار الدولار، وهو اعلن ده صراحه. تم ضبط في خلال الشهر ونص الماضيين قضايا تهريب ونقد خاصه بقيمه 32 مليون جنيه، منها واحده ب 10 مليون واحده ب 8 مليون، وده كان علشان احنا نلاحظ ان سعر الدولار ارتفع في الاسبوعين دول مقارنه بما كان عليه قبل كده. اعلن عن ضبط 1995 قضيه اختلاس، 1422 قضيه رشوه، 235 قضيه غسيل اموال، 271 قضيه كسب غير مشروع، 2693 قضيه نقد وتهريب اللي احنا قلنا عليها. كمان هو يمكن حكى عنه ان الضبط كان احد النماذج، ان اشخاص بيقوموا بتزويد بطاقات ملاك اراضي بالتجمع الخامس لاستغلالها علشان يعيدوا بيعها، ودي كانت احد القضايا كان قيمتها يعني الاراضي دي 100 مليون جنيه. كمان هنلاقي ان ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات اعلن النهارده يمكن عن موضوع كان بيفضل شاغلنا دايما خاص بالصناديق الخاصه، وقال ان اللي تم التوصل ليه ان هم رصدوا 13000 صندوق خاص وحساب في البنوك المركزي وبنك المركزي والبنوك التجاريه بقيمه 66 مليار جنيه، دي الحسابات اللي كانت موجوده فيها. كمان يمكن مساعد اول وزير العدل هو اتكلم النهارده عن استراتيجيه قال انها هيتم تنفيذها خلال 4 سنين، هي على كذا مراحل. الاستراتيجيه دي يمكن لما طلعت عليها هي بتتضمن جهات تنفيذ وبتطلب مده التنفيذ وبتحدد كل جهه مين المنوط بها ان هي تنفذها. يمكن هي فيها اجراءات كمان، الاجراءات دي انا عايز اقول على قد ما احنا فينا فساد، بس لما يبقى في فعلا اتجاه عشان نحطوا قواعد، القواعد دي ايا كان نسبيا هتحد من الفساد. والنشر يعني النشر اعتراف المسؤولين ده خطوه، اللي فاكر ان دي حاجه بسيطه كان في محاربين كتير قبلينا هم اللي وصلونا، وعلى راسها ثوره 25 يناير وبعدها ثوره 30 يوليو شهر. الاجراءات دي اللي كان بيتكلم عليه وزير التخطيط، قانون الخدمه المدنيه والوظائف العامه، لان انا لما اعدل هيكل الاجور واخلي اللي كان فيه السابق والاساسي ونخلي الاساسي هو 80% ده على الاقل هيقلل من الفساد اللي كان بيحصل بحوافز وبدلات، وجزء مما كان يحدث من الفساد فيما يتعلق بالموظف. خليني ارجع كمان واكمل في الارقام المهمه اللي اتقالت النهارده، منها يمكن احنا في كل تشكيل مزاد الحكومي كنا بنشوف ارقام وتشكيلات كتير ووزراء كتير واسماء كتير ترشح واسماء ما ترشح، من ضمن الجزء اللي احنا يمكن ما كانش بقى فيه عليه تركيز لان ما كانش بيعلن دايما، ان بيتم التحري على كل اسم بيرشح في لمناصب وزاري او مناصب قياديه في هيئه الرقابه الاداريه. النهارده نائب رئيس هيئه الرقابه الاداريه اعلن ان كان في تحريات تمت عن 31781 شخص للترشح في وظائف من ثوره يناير. يعني احنا قدامنا كان قدامنا تقريبا 32000 كانوا مرشحين في وظائف وكان بيتم التحري عنهم، طبعا لم يعلن مين اللي كان منهم سلبي مين اللي مش سلبي، لم يعلن كل ده. اعلن عن ان هم امروا تحري في 9 قضايا تحكيم دولي
ضد مصر قيمة القضية دي 15.8 مليار جنيه، ما تحددش طبعا هل ايه اللي مصر كسبته ايه اللي خسرته، غير ان كان في طبعا ارقام اخرى كان ذكرها رئيس الوزراء مختلفة عن الارقام دي. كمان هو قال هما هيئة الرقابة الادارية وفرت للدولة من قيمة ما بين اراضي والسرداب واموال ومال عام ومال سرقة 11 مليار جنيه دي اللي هي وفرته للدولة من خلال القضايا اللي هي تولدتها. يمكن كمان الوحدة اللي احنا بنتكلم عنها برضه هي وحدة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، والنهارده يمكن كنت منتظرة إن احنا نسمع كلام فكرة على تمويل الإرهاب، لكن هم اقتصروا عن الكلام على غسيل الأموال. قالوا إن هم من بنقول علشان ما نطولش إن في 2008 تلقوا إخطار ب 554 اشتباه جريمة غسل أموال في 2008، ارتفع الرقم ده بعد الثورة ل 2203 إخطار بجريمة اشتباه غسيل أموال، وكان منها مقيدات في رموز النظام السجني. أنا بشكر صفية حمدي مندوبة جريدة التحرير على هذا العرض الشيق، وعايزة أقول لكم بقى إيه اعترافات. الصحفيين مش كلهم يعني شرفاء، بعد ما دكتور محلب خلص كلمته في ربع ساعة كل الصحفيين سابوا القاعة، وما كانش في غير صفية وصحفية أخرى هما اللي طلعوا لنا المعلومات دي، وإحنا بنسمعها لأول مرة عن الجيش المتحرك على كل حال. في 3 دقايق كده إيه رأيك لو اتفرجنا على فيلم عن حركة مصريين ضد الفساد؟ يا ريت تتفرج على مصريين ضد الفساد وانا هحط صوتك. أنا أسفة يا جماعة جدا، تعبنا جدا وعملنا شغل، بس في حاجات في مصر
يعني صعب. انا اسفه جدا يعني عملنا تستات ما اعرفش ليه الصوت مش طالع. وما اعتقدش ان احنا هنكمل الفيديو وهو من غير ما نسمع صوته. مش عارفه في حلول ولا لا. خلونا افتحوا النور وقفوا خلاص عشان هنكرم ممكن اولع النور خلاص نلغي الفيديوهات كلها وخلاص نغير كل الفيديوهات. اوكي ممكن اولع النور؟ في حد ممكن يولع النور ولا مفيش حد يولع النور؟ كل واحد رفض خلاص. انا بقول مش عايزه حد معايا بكره يعني ما ينفعش يعني انا مستغربه. انا اسفه يعني جدا جدا على جهد الناس اللي منتجت وسافرت علشان كام توصيله بس ان شاء الله هتحقق. انا بص ما احنا دلوقتي بنعاني من سنين من فوضى وعدم الاتقان اللي وصلتنا للي احنا فيه. وبالتالي احنا علينا ان نتحمل بس هناك الجواب وهناك العقاب. مفيش حاجه تعدي كده من غير اللي يعمل كويس لجزيه ونقول له متشكرين واللي ما يعملش لازم يتاخر. هي الدنيا كلها كده والعالم كله كده عشان يتقدم. احنا النهارده معانا ثلاث مرشحين ومعانا كمان فائزين سابقين. انا عايزه ادعو معانا منال سيد حسن. عايزه افكركم بمنال. منال حصلت على جائزه المحارب المصري ضد الفساد سنه 2007. هي كانت مهندسه حي في الجيزه مرتبها 700 جنيه رفضت رشوه يا دكتور مدحت بمليون جنيه. الامانه والشرف والمرونه والحاجات اللي المفروض انها موجوده في الانسان الطبيعي بغض النظر عن حاجه بقت نادره في الزمن اللي فات. بس انا خليك تعيط بجد لما تعرف ان منال موقوف عن العمل. ليه يا منال؟ في عجاله. في عجاله اشتغلت زي ما القانون قايل صرفت ترخيص لناس اصحاب حق في نفس اليوم اللي صرفته السيد المحافظ وقفني عن العمل ومحولني ميرك اموال عامه ان انا اقدمت مال الدوله المفروض 3 اشهر دلوقتي بقى لي 4 اشهر متحقق معايا وهو ما زال معاهد مستمر. يعني ما هو ده اللي بنقوله. عشان كده لما الهان بتقول اللي مش عارف اللي ما بيشتغلش يمشي ما حدش هيمشي. ما فيش حد بيمشي في البلد دي اذا ما كانش ان في ضرب بايد من حديد ولا عمره حتى هيمشي في الدنيا. وهيبقى الناس اللي بيحاربوا الفساد هم اللي موقفين على العمل والناس الفاسدين هم اللي موجودين في معظم مش عايز اقول كل معظم الادارات الحكوميه. ولكن في حاجة جميلة أنا بعتبر دي ثمار 25 يناير. منال عضو مجلس منتخب في نقابة المهندسين. المؤتمر الصحفي على فكرة المقابلة عاملاها مرة فتقولي في المهندسة إن شاء الله عشان السكتور إن شاء الله. والله مصر بتتغير وهتتغير بينا أنا متأكدة. ولما كنت بلبس دبوس ضد الفساد في العزاءات وفي الافراح وعلى البحر وفي كل حاجه كان بيقولوا لي هتغيري ايه دبوس بجنيه. لكن فعلا عندنا اثباتات كتير على الارض تقول لنا ان احنا كل يوم بنغير كل يوم بنغير. كفايه ان بيزيد الشجعان في البلد دي. الفساد هو اللي خرجنا يوم 25 يناير. الفساد هو اللي خلينا نعمل 30 يونيو. والفساد احساسنا بيه واحساسنا بربنا لهذا الوطن هو اللي هيخلينا لو الفساد استمر هيبقى في ثوره ثالثه وثوره رابعه وثوره خمسه لغايه الفساد ما ينتهي. منال موجوده النهارده عشان تكرم محاربه ضد الفساد والتعديات
على الآثار والإهمال، بالتالي كتير مننا بيعدي جنب الآثار ويشوف الزبالة وبعدين يقول إيه؟ ويقول إيه؟ إيه ده؟ معقولة آثار مصر تبقى بالشكل ده؟ لكن في واحدة ما مصمصتش شفايفها ودورت وشها أو امتعضت، لا، حققت نجاحات بجد، قدمت بلاغات ضد التعدي على آثار الفسطاط وكسبت القضية ولسه ما كسبتيش ولا قضية دلوقتي؟ طب تعالي. سعدان بيك بجد. مش فاهم يا جماعه، لازم الستات دول اجدع ناس في مصر بجد، لازم. انا عمري ما نزلت التلاته ولا هنزل. ممكن ما فيش حديث من الصدر ده فساد. ثاني رفعه كم بلاغه؟ لا البلاغات ما تتعدش، بس القضايا موجوده. حد من البلاغات اللي احنا قدمناها اتحركت اساسا، وانا بلاغ النائب العام اتحرك من مكانه، كله موجود في الدرج، لكن في ثلاث قضايا مرفوعين، منهم واحده ارض الفسطاط اللي متعدي عليها الحكومه، يعني الحكومه متعديه على ارض اثريه، فدي المفروض انها ارض بكر لسه ما حصلش فيها اي حفريات، فالمفروض انهم يكملوها. طبعا فسطاط دي اول عاصمه لمصر وبتنقلنا من مرحله الاخير لمرحله اخرى. القضايا الثانيه لانفاذ القانون اللي موجود اللي ما بينفذش، اللي هو تسجيل قصر فؤاد سراج باشا اللي موجود في جاردن سيتي، وده المفروض انه عدى عليه 100 سنه وتنطبق عليه شروط قانون 117 بتاع الازهر، والحقيقه كان رد المسؤولين لما اظهروا ان احنا لدينا ما يكفي من الازهر فمش محتاجين اكثر من كده. كفايه علينا الهرم موجود لازم. النجاحات، النجاحات انه قضيه التراث المصري واثار المصريه كانت تفرض فرض على الاعلام، لكن ما كانش ده حد بيتكلم فيه ابدا. انما دلوقتي بقى في بروجرامز في التلفزيون وفي الريديوز بتتكلم عن التراث المصري والاثار. ستيل لسه قدامنا وقت قبل ما يبقى، انا مكسوفه جدا ان مفيش برنامج واحد في مصر بشكل منتظم بيعمل توعيه او بيقدم تاريخ مصر. دكتور مدحت هتعمل حلقه عن الاثار المصريه؟ يسعدني ويشرفني ان انا في البرنامج المتواضع بتاعي اي حاجه ليها علاقه ضد الفساد في مصر انت فوق راسنا، وانت بجد يعني الناس اللي بيجوا لي بيتكلموا عن فساد وبيبقوا شجعان بتحملوا ان هم يعني رزقهم يتقطع وبيتهم يتقفل وربنا يقفل البيت، انتوا بتيجوا بتشرفوني وبتبقوا فوق راسي الحقيقه يعني، والواحد بيبقى قاعد جنبكم خجلان لان ما عندوش الشجاعه اللي عندكم. تشهد منظمه مصريين ضد الفساد بان سالي سليمان ناشطه في مجال الاثار قد فازت بلقب المحارب المصري ضد الفساد لعام 2014 وذلك لما حضرتها التعديات على الاثار والمباني الاثريه بالتعاون مع المركز المصري للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه. عبد العزيز عمران قرية المريس الأقصر، شكرا لك يا سيدي. عبد العزيز بطل ما أخدش ولا سنة الجايزة، لكن قدرنا بالتعاون ومعانا الناشط صفوت سمعان من الأقصر إن إحنا نلغي قرارين مجلس وزراء الأحمد نظيف في 2010 بنزع ملكية 550 فدان للمنفعة العامة، وهم كانوا حيبنوا عليها 12 فندق سياحي ومارينا للبواخر. أما عبد العزيز يعني خطوتك عزيزة قوي علينا وأنت جاي لنا من الأقصر. يا أستاذ ده أجل واجب إن إحنا نشارك ناس يعني دفعت معانا على الأرض
وهي الحقيقة يعني كنت قلت لك قبل كده الأرض دي يا إخواني مش أرضي أنا والأرض الفلاح، الأرض دي أرض كل المصريين. يعني لأن هي المخزون الاستراتيجي كمان للأجيال القادمة، لأولادنا اللي جايين، فيجب الحفاظ عليها كل التعاون. فإحنا يعني مهما قلنا وما عملنا مش هنأدي حقوق الناس إخواننا اللي هم وقفوا جنبينا. أستاذ حسين صاحب الفضل الأول الدكتور روح حمزة، الأستاذ سمير غريب، الدكتور سمير غريب، وعدد كبير أنا يعني مش حانسة فعشان ما حدش يزعل. كمان ابن عبد العزيز صعيدي أصيل وجاي الفلاح الفصيح اللي بيداور ويناور علشان عايز يثير قضايا فساد الزراعي في الأسر. يعني هو رمز لكل ما هو طيب وخير في نظر الوطن، و يكفي الصعيدي اجدع ناس، الصعايده اجدع ناس، هم اصل مصر الحقيقي، هم الرجاله اللي بجد، وهم طه حسين، وهم جمال عبد الناصر. عم عبد العزيز جه النهارده عشان يكرم شاب، الشاب ده من سنه 2011 ل 2014 رفع قضايا، قدم ببلاغات ضد 40 شركة اللي هي معروفة إعلامياً بحيتان الصحراوي، الأراضي اللي الاستصلاح الزراعي اللي اتباعت بأفخس الأسعار ثم بنت عليها فلل بمليارات. حسين متولي الصحفي ومعيد إبرة. حسين رجعت لنا كم مليار يا حسين؟ يعني لغايه دلوقتي المعلومات اللي وصلتني ان الحمد لله في حوالي 13 شركه سددت او فرض عليها غرامات تصل لحوالي 15 مليار رقم. وانت يعني مستهدف هتفضل لغايه ما ترجع كام مليار؟ والله انا لو يعني مضاف التحقيق طبقوا قوانين خاصه بمخالفات المباني الوارده في او نصوص القانون 119 سنه 2008 ولائحته التنفيذيه، ويتعاملوا مع المباني اللي بتكون متعارض زراعيه انها مخالفات لهذا القانون، المفروض يطبق فيها امرين، الامر الاول هو الازاله، الامر الثاني هو غرامه تماثل ثلاث اضعاف تقريبا قيمه البناء، كل متر مسطح لو هم تجاوزوا عن هذه الاجراءات، كل متر مسطح المفروض لو اتفرض عليه حتى 1000 جنيه فقط لا غير، اعتقد ان جمله الاراضي اللي تم تبويرها في المناطق اللي تم تخصيصها للصحة الزراعي وتم تحويلها الى منتجعات وفيلات وملاعب غولف ممكن يوصل لحوالي 200 مليار اذا كانت التحقيقات فعلا سريعه وجاده مع كل الشركات اللي هي مش انت بس اللي انا بقدم فيها اهتمام بلاغات اللي لسه كمان في نظر من جانب فحص ليها كمان. دكتور مدحت لو رجعنا ال 200 مليار خلاص بقى مش مهم الفلوس اللي طلعت بره ولا مهم فلوس مبارك ولا بس المهم يرجعوا. أهم حاجة إن هم يرجعوا حتى 13 أو 15 مليار اللي بيقول عليهم لسه ما رجعوش. يعني حبال الحكومة بطيئة بطيئة بطيئة، وزي ما بنقول إذا كان اللي فوق نفسه واللي تحت بيقعدوا يعطلوا ويقبضوا يا جماعة مش في رجع، طب يا أخي طمنتنا. مثلا من حوالي 5 أيام لو سمعته الخبر الخاص باسترجاع 1,450,000 متر مدحت بركات صاحب شركه وادي الملوك، بيان من شهر مارتريس الاسبوع اللي فات ده كان بلاغي. صاحب شركه الثوره الخضراء اعتقد محمد اشقر، ده غير مهندس محمد اشقر بتاع كفايه طبعا. تم تغريمه حوالي 662 مليون جنيه من حوالي شهر على بلاغ اللي هي برضه خاص ب 23% من مخالفاته على الارض اللي هو حصل عليها. في عدد كبير من الشركات، لكن الخطوره بس الدكتور انا عايز اوضح للناس بس ان في حاجات يعني فيها لبس شويه، يعني حتى الاعلام مش موضحه بشكل كبير. في بالنسبه في عدد اراضي تخصصت لرجال الاعمال في 30 سنه اللي فاتوا للاستصلاح الزراعي،
وهذه الاراضي حصلوا عليها من خلال هيئه التنميه الزراعيه بارقام قليله جدا من 20 جنيه ل 50 جنيه فدان حسب الموقع المتميز اللي حصل عليه رجل الاعمال طبقا لقربه للنظام يعني. هذه الاراضي موضوع تاني مختلف عن الجديد في موضوع استرداد اراضي الدوله اللي هو المهندس محلب عمل عشان لجنه خاصه باسترداد اراضي الدوله ككل اللي تم التعدي عليها من ضمنها اراضي وضع يد وخلافه، لكن اراضي اللي انا اشتغلت عليها هي اللي تم تبويرها مع انها مخصصه اصلاح زراعي، هذه الاراضي منها كتير سليمانيه وريف الاوروبي وغيرها، انا قدمت حوالي ما لا يقل 40 شهاده في 26 فبراير 2011 والداير بقى كعب داير على نت الاموال العمراويه وزاره التحليل من ساعتها. انا عم عبد العزيز عمران بيسلم الشهاده لابن حسين متوهي اللي انا عرفته لما كنت بنزل اعمل ندوات اعترافات ليليه في الجامعه وكان هو طالب في الجامعه وقتها، وبعدين بفتكر وقت محاكمه ميكي وبسطويسي اول مره كنت ارجع اقابل حسين متوهي. الدكتور منحة العدل يلبسه إزاعة خلقية دبوس المحارب المصري ضد الفساد. الفساد يا اخواننا دايما موجود، ولكن احنا بأمانة يعني كان واحد بيأذن في حجرة، انما الدور الكبير على الاعلاميين وعلى اولادنا الشباب اللي هم الاعلام بكل اشكال المغلوب والمسموع، وحاليا دلوقتي في التواصل الاجتماعي على تويتر وفيسبوك ويا معلم احنا بنأذن بس في الموضة، لكن سبيل الحياة يوصل. تفتكروا مصر ممكن تضيعوا فيها عم عبد العزيز؟ لا يمكن. انا طبعا يعني كان نفسي اكمل معاكم بس انا عندي هوا بسبب سابقا كان انا لازم امشي، فانا بجد اتشرفت ان انا موجود في وسط مصر شرفاء بجد، وانتوا السبب في الثورات اللي قامت وان شاء الله افتخر بيكم. شكرا يا سيدي. معانا الاستاذ حجاج نايل، اتفضل معانا. استاذ حجاج اعرف واعرف اخوك كبير من زمان، بس اتعرفت عليه في احد المؤتمرات اللي كنا بنشارك فيها، وهو اشتغل من سنوات طويله على نفس القضيه اللي احنا بنشتغل عليها النهارده اللي هو دور المجتمع المدني في محاربة الفساد ودعم هذا الدور، وبحب ان هو يكرم معايا يعني موظف دولة رائع الأستاذ أمل عبد الوهاب. أستاذ أمل هو محقق وباحث قانوني في ضحك بره علياوي أميمة مهران، يبقى شيماء اللي كانت بتضحك. استاذ امل كان باحث قانوني ومحقق قضائي في الضرائب العقاريه، مصلحه الضرائب العقاريه، وانشاوا لجنة لمحاربة الفساد في وزارة المالية، وبعدين صدر قرار بإلغاء هذه اللجنة بعد ما أعدوا تقريرين عن فساد الوزارة. أستاذ أمل ما خافش على الرغم إن هم لجوا له نتبه، وفضل في بلاغاته وفي إصراره على إقرار الحق حتى تمت إقالة وزير المالية والمسؤول الكبير اللي كان اتمدله بالسن القانونية بغير وجه حقه يعني السن يعني بعد التقاعد، وقدر ان هو ينتصر. طبعا اكيد قابلتك حاجات صعبة كتير. بس نقطة على التقرير بتاع مجلس الوزراء
من القمر الأدبية عن التحريات على 100,000 موظف. أنا مش عارف إيه هي ثمرة هذه التحريات ضد قيادة الدولة اللي بيتمدلها بعد السن القانون في المعاش. فين إيه ثمرة هذه التحريات على قيادات الدولة الحالية الموجودين اللي بتعينوا هم محللين نيابة إدارية ومحللين نيابة الأموال العامة؟ فين هذه القمر الأدبية؟ هذه واحدة. الأمر الآخر موضوع الإرادة السياسية لمحمد فساد. نعم في إرادة سياسية لمحمد فساد، لكن ما حدش بيشتغل لوحده أبداً. ما كانش كل الناس أو كل أطراف الشعب المصري يتعاونوا مع الرئيس في محاربة الفساد، فلن يستطيع أن يفعل شيء أبداً أبداً. هذا الأمر الآخر، أنا طبعاً كنت مساعد مستشار وزير المالية للدولة العقارية ومسك ملف الدولة العقارية قبل ما أخش في موضوع الفساد. لكن لما وقفت ان انا اخش في جده في محكمه الفساد من قبل وزير الماليه اصل الراجل المحترم الدكتور فياض، فعلا نزلنا فتشنا واكتشفت مخالفات بالجمله لكبار قيادات وزاره الماليه، وكان على راسهم سيد رئيس قطاع الموازنه العامه للدوله. طبعا دي كارثه، وكذلك السيد رئيس قطاع الحسابات اللي هو بيعتبر مسؤول حماه المال العام. احنا عندنا حاجه اسمها المواطنين الماليين، دول بيسمى حماه المال العام، دول اللي هم بيعتمدوا الصرف قبل الصرف، يعني قبل ما اي حاجه اي فلوس اي مكافئات في اي حته هم الاخر. فتخيلوا بقى ان هو مسؤول عن هذه المراقبين المالية على مستوى الدوله، محال ايضا كان من ضمن المتورطين في مكافئات غير مستحقه ومحال ان يبقى اداري. طب احنا عرضنا على معالي وزير التقرير. لا عشان المفروض بيقولي احمد ان ممكن الصوت يطلع مش كده؟ فاحنا حق عشان الفيلم اللي الناس لعبت فيه احنا بنعلن كحركة مصريين ضد الفساد بان امل عبد الوهاب، وبعتذر له انه النهارده الاسم ساعات بيحصل عليه خلط، وممكن ناس تتصور انه يعني اكيد تعبت كتير من موضوع امل. انا بعتز جدا بالاسم دوت، وهو يعني يبقى الناس اللي بتوصل لنا رجاوي وممكن نفضل رجاوي، اسم جميل جدا ويحسسنا نفس الامل. كل انسان بياخد جزء ونصيب من اسمه، وزي ما بيقول الحجاج امل تنقل. لا الحقيقه قول لي عشان قرينا. طبعا بحيي الاستاذ امل الحقيقه، يعني الاسم فيه حاجه جميله وبتشدني قوي، قضايا الفساد من موظف عموما الحقيقه، يعني ده شيء بيشجع كتير وبيديني احمد كتير جدا. وشكرا بيشرفنا دكتور جلال نديم والاستاذ اسعد هيكل، علشان بعد ما نعرض الافلام هنبتدي ندوه حول جهود استعاده اموال مصر المنهوبه بين الاخفاقات والنجاحات. عايز اقول لكم ان انا في سنه 2011 كنت بقدم برنامج ارجوك افهمني على شبكه اوربت، وكان عنوان الحلقه كيف نستعيد اموال مصر المنهوبه. فكلمني مديري قبل الحلقه نص ساعه وقال لي ما ينفعش نناقش هذا الموضوع، لكن مهما كان طريقنا طويل اديكم شايفين جهود حتى لو لم تكتمل ولم تكتمل حتى الآن، لا أدينا بنناقشها على الملأ، ولو إن في أرقام كتيرة وهتدير الندوة الأستاذة يارا حلمي، وهنشوف كل الإنفاق وقدرنا نسترد إيه، وإن شاء الله دايماً في أمل. أنا بس حابب أعمل دعوة عامة لحضراتكم بكرة في حديقة الأزهر مطعم البحيرة الساعة 4:30 احتفالية باليوم العالمي لمكافحة الفساد، هيبقى معانا الأستاذة حسين كامل، الدكتور مايكل عثمان، والدكتورة بلاء نشار، والأستاذ جورج إسحاق، وعدد من الرهود اللي اتعلمنا منهم طرق وأشكال مكافحة الفساد. عايز أقول إن الأستاذة حسين هي اللي هتدير اليوم، فنتمنى نشوف حضراتكم بكرة.